الله يرحمك يا اخوي عبد الله ويغمد روحك الجنه. اخونا عبد الله المزروعي بالامس فقدناه، والولايه فقدت احد ابنائها، يعني الشباب، وهذا العزاء عزانا كلنا احنا. ولكن احنا طبعا نوجه تعازينا لاهله وذويه، احسن الله عزاكم وعظم الله اجركم. اما بالنسبه للشارع البحري، الشارع البحري اول شيء اذا جينا هذا الشارع الساحلي اللي يربط ما بين لوا وشناص بالذات هناك صوبنا، طبعا هذا مثل اللي انولد ونسوه، هذا الشارع ولدوه ونسوه خلوه كذا. وانا اسميه دائما ما اوصفه، والبعض يوصفه بان هذا الشارع شارع اشباح، كونه ما بين المزارع، اصلا كانت هناك مزارع وكانت قرى قديمه جدا، وحطوا لنا هذا الشارع ودروه خلوه. الحين ما ادري صار له كم سنه والشارع مثل ما هو ما تغير. انا اسميه شارع اشباح، 95% من الطريق في الشارع الاناره مبنده، ظلام ما ينشاف شيء، ذيك الظلمة تروح صبعك ما تشوفه. وناشدنا وقلنا ان الشارع يباله انارة، يا جماعة شغلوا الانارة، يا جماعة فعلوا الانارة، يا جماعة الشبات موجودة شغلوا الانارة اللي على الدوار. وبعدين هذه الدواوير ليش سويتوها بالشارع اصلا؟ هذه بتي دراسة مستقبلا وعما قريب اذكركم. لا ما يصلح الدواوير، يلا بطلوا هاي الدواوير، شلوا هاي الدواوير، يلا سووا جسور، يلا لا تنزل مناقصة ثانية، يلا عاد كم مليون يبال هذه المناقصة، كم مليار يبالها، ما كم مليون كم مليار، يعني بس خسر على الفاضي. سويتوا لنا الشارع ودرتوه خليتوه كذا. زين من المسؤول؟ المسؤول اللي عن توقف هذا الشارع اللي انترك كذا، من المسؤول؟ هنا السؤال اللي قاعد يعيد نفسه الحين، نرجع لأول، من المسؤول عن إهمال هذا الشارع بهذه الطريقة؟ اللي صار بالأمس بصراحة اللي قاعد يصير هذا إهمال بسبب الإهمال. احنا ما نتريا الا لما يطيح الفاس بالراس، ولا لما تصير المشكلة عقب نتحرك، ولا من البداية ما ناخذ الآراء وما ناخذ مناشدات الناس بعين الاعتبار، ما مهتمين، خلهم يتكلموا، خلهم يبقبقوا. يا جماعة الخير ترى الشارع مظلم، لا تقولي والله سيارة ومشغل ليتات، ترى ليتات السيارة الواحد ما بيرفع ليتاته وبيعشي الناس وبيعمي الناس، ليتات السيارة منها حدها إلى 20 متر، ظلام دوار يا يمشي الشارع بدون رادارات. آمن بقضاء الله وقدره، قضاه وقدر، نقول قضاه وقدر، ولكن هناك في أسباب، وناخذ هذه الأسباب يا أخي، ناخذ هذه الأسباب، في سبب لوفاة الشخص أو لهذا الحادث اللي صار، في سبب هناك. وصل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.